السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في مراجعة لعبة هاوس فليبر الجزء الثاني. ما هو الجزء الأول، الجزء الأول معروف ومشهور، نزلوا له جزء ثاني ونزلوا له تجربة، فنحن نبغى نجرب التجربة. يلا نبدأ، بسم الله. واو والله رسومات خطيرة، رسومات مرة خطيرة. دحين احنا عندنا بيت نبغى نوظبه توظيب محترم، فيقول لك هنا بعد. طيب شايف قرنبة هنا مرة كثير، هذا اظن الحوش. الحوش في اربع مهام رئيسية في الحوش، نفتح ونشوف ايش عندنا. والله اربع مهام، حلو. نبدأ اول شيء اننا نبيع، نشوف الاشياء اللي يبغى لها بيع. اظن كذا تبان هذه الاشياء يبغى لها بيع. بيع يا حبيبي، ما تخلي ولا شيء. مره شوف المكان كيف الحوش معدوم، اضغط حرف الار يبين لك الاشياء اللي يبغى لها بيع. فيقول لك والله يبغى لك 64 شيء تبيعه. اوف اوف، كل قرنب عاد يبيع. بيع بيع يا حبيبي، بيع، لا تخلي ولا شيء. وهنا اظن كمان يبغى لنا نشيل الزباله. لا، في الزباله لا تنشال ترمي، لكن البيع بس تضغط حرف الار. هذا ما ينباع، والله يبغى له يبيع اهله كمان. هنا ايش في؟ اوه هذا اظن هنا مكان يحطوا النار. ماني عارف البيت هذا في وسط جزيرة، رهيب. يا ريت عندنا بيت كذا في وسط جزيرة. خطير. طيب هذا كله نبيع ويشتري، بيع 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 بيع، خذ فلوس. نحتاج الفلوس اظن عشان نشتري بعدين ايش؟ اثاث. حلو. هذا ايش هذا بكبره هنا؟ والله الدنيا شوفهم شخمطين عليه. مين جاي يشخمط هنا في وسط البحر؟ في وسط البحر احد جاي يشخمط؟ يلا بيع، يشوف الاشياء اللي نبيعها نقدر نبيعها. باقي لنا 27 شيء في الحوش، كله في الحوش، نحن لسه ما خرجنا برا. فهذه الاشياء هنا موجوده، وهنا وبيع بيع يا حبيبي، اضغط يبان لك الاشياء تنباع، حتى هذا تنباع ونبيع اهلها كمان. حلو. هنا هذا هذا، يا سلام، والله البيت يبغى له شغل. لسه نحن بس في مهمة البيع، في مهمة ايش؟ البيع. شلنا الاشياء، ممتاز، كل شيء شلناه. في شيء ثاني يبغى له شيل ولا لا؟ هذا كمان هنا، هذا الدنيا كلها هذه لا قرنبة. باقي لنا 8 اشياء بس. اها هذا واحد شيء. هنا في شيء هنا كمان ينباع، نبيع حتى الخوذة حقت الرجال هذا. هذه الكتب اظن تعلمنا، ما تنباع بس اظنها كلها عشان تعليم. اوكي اوف اوف اوف، أوف. هذه كنت حساها. بيع هذه، ايوه، وبيع هذه، وبيع هذا، وبيع هذه. خلاص باقي لنا كم شيء؟ باقي لنا بيع بيع هذه كمان، باقي لنا ثلاث اشياء. شايفين شيء؟ اوه شوف هنا ما هو واضح، شوف، لا تدوس علي. وهذا بعناه، باقي واحد شيء. شايفينه؟ ماني شايفه، باقي واحد شيء. اضغط حرف الار يمكن نحصل هنا ولا هنا. خلاص غلقنا من المهمه الاولى، باقي لنا ثلاث مهمات. مهمة ايش؟ تجميع الزبائن. الحين كم زبالة عندي؟ 23 زبالة. الله بس اظن الزبالة لما تمتلي نرميها هنا. حلو، نرميها هنا لما تمتلي، لسه هذه ما هي مليانة. فنشيل نحن الاشياء، ايوه، هذه ترمي هنا، وهذه ترمي هنا، لا جوا جوا. وهذه ليه كذا طايحة؟ هذه اظن لازم نظبطها. لحظة كذا نظبطها، نشيلها، ايوه ظبطها، ولازم نحط زبائن هنا عشان نرمي فيها الاشياء. حلو. طيب ونرجع لنشيل الزبالة، كم باقي؟ 26، ايوه. نشيل القرنبع الموجود هنا، هنا ترى في قرنبع كثير، في قرنبع كثير، شيل يا حبيبي، نظف المكان. هذا والله يبغى له بيع، ليه ما احط؟ اوف خلاص غلقنا من الزبائن. حلو ممتاز، غلقت مهمة الزبالة، ارميها. حلو ممتاز. ايش باقي لي؟ باقي لي دحين التنظيف، واللي اظن اشيل الجدران المعفنة. خلينا اشوف التنظيف، ايش باقي تنظيف؟ عندي 10 اشياء يبغى تنظيف. شايفين شيء يبغى له تنظيف؟ والله ماني داري، احس الدنيا كلها نظيفه اصلا، ما يبغى له شيء تنظيف. هنا هذا يبغى له تنظيف؟ لا والله. نضغط حرف الار ويبين لنا، يبين لنا فين مكان التنظيف، هنا ولا هنا؟ والله ماني شكله ايه. والتنظيف هذه الاشياء يا حبيبي، تقول لي ما يبغى له تنظيف؟ هذه يبغى لي الا هذه واحده هنا، وهذه شوف معدومه الدنيا. 9، هذه كم؟ هذه واحده ولا اثنين؟ والله اعتبروا لي اياها اثنين، حسبتها واحده. حلو. وهنا واحده. مين جاي يعني؟ مين جاي يصبق في الجدران؟ نحن في وسط البحر، يعني واحد جاي كذا بالسفينه يصبق في الجدران؟ وبعدين بيت خيالي بصراحه، يا سلام يا سلام، يكون عندي الكمبيوتر حقي بس اقعد العب فيه واعيش في هذا البيت في وسط البحر. بس الانترنت ما يكون فيه انترنت صح؟ ولا عن طريق الاقمار الصناعيه؟ ما تدري. يلا شيل الحمار هذا، مره هذا ثقيل ثقيل. اوف بس غلقنا غلقنا غلقنا، باقي لنا واحد شيء. يا سلام غلقنا. الحين باقي ايش؟ باقي نشوف الجدران اللي تعبانه ونطلعها. نحن كله في الحوش لسه ما دخلنا جوه. شوف زي هذه الاشياء، فنحن ممكن كيف اظن كذا نكب، ايوه ايوه، شيل كذا، ايوه شيل بس الاشياء المعدومه، ايوه هذه معدوم تمام، وهذا هذا كمان معدوم، ايوه. نحط عليه غرة عشان نحط ماده جديده، هذا كله غرة غرة يا حبيبي. حط هنا هنا هنا، ممتاز. وبعدين خلاص هنا باقي كمان، يقول لك باقي بس لا، اول شيء نحط هذا المادة صح، هذا ايوه هذا
نحطه هنا. طيب نكبر المكان، نكبر. ايوه يا سلام يا سلام، شيء رهيب، صلحنا البيت تمام. ايش باقي؟ يقولك باقي والله، شكله في الجهه الثانيه، شكله في الجهه الثانيه. تضحكوا علي. طيب خلينا اول شيء نحط الغره، نحط الغره. يا سلام، نحطه في الجدار، ممتاز ممتاز ممتاز. يا خلاص غلقنا، حلو. بعدين نحط ايش؟ نحط الخشب. حطينا الخشب، غلقنا ولا باقي مهمه ثانيه؟ باقي شيء؟ خلاص الحوش غلقنا المهام كلها اللي في الحوش، تمام. لسه ما دخلنا جوه البيت، نيجي نخش نشوف كل جهه يحط لك علامه. نيجي هذه المنطقه عندنا اربع مهام، شوف كيف الزباله معدومه اخر عدام. اوكي، ايش الاشياء اللي عندنا؟ البيع. اول شيء نجي عند البيع، بيع الاشياء اللي ما نحتاجها واللي نقدر ناخذ منها فلوس. ايوه بيع بيع هذه كلها، تمام. كم عندي باقي؟ باقي اربع اشياء تنباع، هذا تنباع وهذا ينباع وهذا ينباع، حلو، وهذا ما ينباع، هذا خلاص البيع. باقي لي شيء واحد ابيعه، ماني شايف اي شيء باع. طيب كل شيء اخذناه، ياهو. ايوه شوف 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 شوف، بتضحكوا علي انتوا. طيب باقي لي ثلاثه مهام، ناخذ الزباله اول شيء، ناخذ الزبالات كذا. ايوه هذا الزباله ناخذها نرميها هنا، وشويه نجيك شويه نحطك هنا، بس نجمع نجمع الزبالات هنا، حلو، وناخذ هنا ونرمي، وناخذ هنا ونرمي، تمام. ايش باقي لي؟ واحده زباله، هذه الزباله صح، خلاص غلقنا. نجي نحط الزبالات هنا، نحن يعني نحن محترفين محترفين. فين ناخذ هذه الزباله؟ لا نرميها، حلو، وهذه ناخذها وارمي. لا يا حبيبي ما تعرف تقرنص، خذ ايوه وارمي هنا، وخذ هذه، لا تخلي الزباله في البيت، عفلنا البيت، حلو. وهذه كمان نشيلها ونرميها. اوكي كم مهمة هنا باقيت لنا؟ بقينا مهمتين، مهمة التنظيف. خلينا اول شيء التنظيف نشوف، باقي لي تسع بقع، تسع بقع، هذه كلها واحدة بقعة، على هذه بقعتين، لا والله مو بقعتين، ثلاثة بقع، شايفين ثلاثة بقع. وهذا شوف كيف معفنين البيت، معفنين البيت، الله يعفن ابليسهم، فين راحوا هذول؟ طيب طيب ايش في كمان؟ شايف باقي لي أربعة، الحين كم باقي لي؟ باقي لي ثلاثة، ممتاز، باقي لي اثنين، باقي لي اثنين، نشوف كيف. تعال تعال انا حريف انا حريف. غلقنا، باقي لنا ايش؟ باقي لنا دحين نسوي بس يا سلام، نحط غره، حط غره هنا حبيبي، وغره هنا. ايوه ايوه هيك انا محترف، خلاص نحط دحين ايش؟ نحط دحين الخشب هنا، خشب، وغلقنا. غلقنا الحوش وغلقنا المدخل. اللي بعده يا حبيبي، اللي بعده، هذه الكتب مضايقتني بصراحه، ما اقدر ارميها، ما اقدر ارميها في الزباله. ما انت الرمي اظن، ماني عارف والله ايش قلعتها، الا والله رميت، لا والله ما ترمت. طيب نشيلها بعدين، هذا نتخلص منها الكتب كلها. اوكي نشوف جوا. جينا عند المدخل، قبل ما نخش جوا هنا عندنا مهام، عندنا مهام. طيب اول مهام ان نبيع، زي ما اقول لكم نبيع، نبيع هذه ونبيع هذه ونبيع هذه. كم باقي؟ باقي ست اشياء نبيعها، وحتى الشبشب نبيعه، بيع ابوه، وهنا الكراتين هذه، في شيء ينباع ثاني؟ خلاص لا غلقنا من البيع. طيب نجي عند الزباله، ايش في شيء ينشال؟ هذا ينشال الزباله، غلقنا من الزباله. ايش باقي؟ باقي التنظيف، البقع، شايفين؟ باقي ستة بقع عندنا هنا، فننظف البقع الموجوده هنا. يا سلام رهيبين رهيبين كذا، نحن ما نخش البيت الا لما ننظف المكان اللي يبغى له تنظيف. باقي يقول لك بقعتين، شايفين بقع؟ شوف البقع الكبيره، ماني عارف مين قاعد يبقع فوق، والله يا هذول غريبين بصراحه. طيب خلاص غلقنا، باقي بس نشتري الاثاث، يقول لك حط الاثاث. من الكتب هذه، شيل 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 عني، شيل، حط برا، لا تضايقني لا تضايقني، كتب شيلها ونحطها هنا، حلو، عشان نقدر نظبط هذا بعدين نتفاهم فيها، الكتب مضايقين فيها. فدحين يبغى اشتري، طيب اشتري ايش؟ مدخل، حلو، اول واحد يخش كذا يحصل جنبه هنا مدخل، ولا نحط المدخل كذا هنا كذا، حلو صح، يلا حطيناها كذا، حلو ممتاز. وايش في كمان؟ ايش في شيء نشتري؟ ساعه جميله نحطها هنا، الساعه 12 الظهر، حلو. وبعدين ايش في كمان شيء ثاني نشتري؟ هذا حطه هنا، يا سلام. وبعدين ايش نحط في زرعه؟ اوه تحط اشكال زرع، ايوه حط، ليه ما ضبط؟ ايوه 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 ايوه، يا سلام. ايش باقي ما اشترينا؟ باقي نحط سجاد، سجاد كذا، عارفين؟ رهيب شكله صح؟ خطير، شوف المدخل غلقنا، ايش باقينا؟ لا باقينا شيء واحد نشتريه، ايش هو هذه؟ شوف هذه الحركة، يا هنا، ها، بس قولوا لي كيف المدخل؟ مدخل رهيب، تقعد تتفرج وتجي، وغلقنا المهام حقت المدخل، نطلع فوق ولا لا؟ نخش هنا، لا نخش السيب هذا، هذا هنا مكان وهذا مكان، السيب هذا كم مهمة فيه؟ فيه ستة مهام، فيه ستة مهام أصلاً باين عليه، باين معدوم، نبدأ بالبيع، بيع 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 بيع.
بيع. طيب ايش غلقنا؟ بقي لي واحد شيء ابيعه بس، هذا السمك اللي هنا بعناها. طيب غلقنا من مهمة البيع، بقينا دحين ناخذ ايش؟ الزبائن. جمع الزبائن يا حبيبي وجمع هذه الزبالة. سلام، غلقنا من الزبائن، بقينا الشفط، نشفط بالمكنسة، لا بالمكنسة الكهربائية هذه الاشياء صح؟ هذه اشفط يا حبيبي اشفط. غلقنا ايش باقينا؟ باقينا دحين نشيل الصبغات. ايه شوف هذه باقي، هي ثلاثة صبغات، هذه واحدة، باقي اثنين. فين هذه؟ شوف هذه اثنين، هذه واحدة وواحدة ثانية، باقي واحدة. ممتاز، وغلقنا غلقنا كل الصبغات خلاص. ايش باقي؟ اوه باقي الجدار هنا معدوم، شوف كيف الجدار كيف معدوم. طيب هذا كيف نكبره كذا ولا نقول ايوه كبر يا حبيبي، ابني الجدار. يا سلام، ايوه ابني، ايوه. طيب هذا كيف كذا؟ حطه يعني باشر عليه، ايوه. بعدين نحط، بعدين نليس ونحط. هذه مضايقتنا، استنى هذه مضايقتنا، شيلها بالزباله، ايوه. بعدين ليس، حلو. يا سلام اه هنبدا كذا وليس يا حبيبي، وكذا يا سلام غلقنا. باقي مهمه واحده، اني اضرب بويه. ايش نوع البويه هنا؟ بدوني بويه، لحظه اشوف ايش البويه. هذه البويه احطها، ايوه، نحط السطر البويه هنا، وبعدين نقول له ليس يا حبيبي، ايوه حط كذا. طيب لا كبرها، كبر، ايوه كبر. يا سلام، لا تعدم المكان، لا تعدم المكان، بس على قد ايش. غلقنا الممر هذا. ورق الجدران هذا مو عاجبني، بس ما هو مطلوب اني اغيره. طيب خلاص غلقنا. نخش هنا الحين ولا نخش الحمامات؟ هنا اظن في حمام، خلينا نشوف هنا ايش في. اوه هذا، لا هذا ايش في؟ تاسك بس واحده، تاسك بس اني ابيع القرنبه هذا. طيب خلاص، خلي غسالة هنا، مع انه مو عاجب. ايش بالغزالة كذا مايلة؟ ليه مايلة يا حبيبي؟ ضبطها، هيو كذا، اوه ممتاز. وهذا لا ما يبغى له شغل، خلاص هذه ما في مهام، قفل يا حبيبي قفل. ممتاز، خلاص غلقنا من هذه الغرفة، هذه خلاص بيعها، غلقنا من الباقي، بيع هذه. ممتاز، حلو. نروح نفتح الباب هنا، افتح الباب، ليه ما راضي يفتح الباب؟ اوف، ايش الحمام هذا فيها؟ تعال، أول شيء نبدأ بالبيع. كم مهم عندنا؟ ابي 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 ايش مسوين في الحمام هنا؟ مسوين حفلة 11 شيء ابغى بيه دحين. كم ها بعنا كل شيء، اضغط بيع حتى الدش. والله خلينا الحمام. اوف معدوم، بس الحمام صغير، ليه كذا؟ البيت كبير وبعدين جزيرة، ابن حمام كبير يا حبيبي. بقيت هذا مهام اني اول شيء اشوف الصبغات وانظف الصبغات. شكله هذا، شوف تي يلا، احلى شيء لك في الحمام، عادي ما حد يشوفك، قاعد في جزيره لوحدك يعني. ما يحتاج اصلا باب. طيب خلاص كذا، باقي خلاص غلقنا من هذا، باقي شيئين. اول اني اضرب بويه، بصراحه معدوم البويه هنا فوق معدومه. طيب فين نشتري البويه يا حبيبي؟ حط البويه هنا، ايوه اشتريها حط. يا سلام، بعدين جيب خذ كبيره هنا، ايوه بس رجاء، ايوه هو يبغالنا كل المكان اظن بويه. والله انا جبت العيد، شكلي جبت العيد، اوكي والله ما عارف ايش سويت، بس ايوه حلو. وطيب وهنا شكله لازم اضرب بويه، ايوه في كل مكان مربع هذا، حلو. ايوه شيل بس، ايوه لا 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 جبت العيد يلا، ما هم دارين عني، ايوه لا 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 تخش. والله هنا عدمت المكان، خلاص ما حد داري. اترك، ايش باقي لي؟ مهمة واحدة اني طيب استني، اول شيء نتخلص من هذه، وبعدين نجيب الاشياء. ايش يبغانا نحط؟ يبغانا نحط هذا الدولاب. فين نحط الدولاب هذا؟ نحطه دولاب عجيب. طيب نحطه هنا يعني كذا، نحط الدولاب، بعدين فين نحط البوديه؟ والله ما تدري، لا اهم شيء المرحاض هذا، نحطه هنا. حمام مرة صغير، ايش هذا؟ طيب وهذا لا مو هذا، هذا اظن لازم نحطه هنا، ولا نحطه في جنبه، يحط في جنبه. طيب وهذا حق الدفاية، ايوه. طيب ها، يا سلام، حمام جميل وانيق، بس لا تطالعوا في هذه الجهة الثلاثة، هذه جلتها والله ما عارف كيف ارجعها. بس خطير
خطير. اوكي خلاص غلقنا مهام اللي هنا وفي الممر وفعل. باقي لنا ايش؟ باقي لنا مهام مصة. اوه ايش هذا المكان مر معفن معفن. اوكي يبغالنا اول شيء نبدا نبيع بيع بيع خواجه بيع 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 ما تخلي شيء كل شيء بشي. الا الكتب هذه مضايقتني، الكتب هذه مضايقتني، ماني عارف مرمين لي اياها في كل مكان، فانا ابغى انا بس بيع 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 بيع. اوف كم شيء 34 هذه الاشياء الصغيره ما تنباع لها، زباله. بيع ما تخلي شيء لهم. طيب يلا شوف انت بس اضغط حرف الار يبين لك الاشياء اللي تنباع ولا زي كذا. شوف يقول لك هاي تنباع تنباع، اللي عليها حركه هي تنباع. شوف هنا وهذا هذا ما ينباع. حلو طيب يعني تقريبا الباقي اظن زباله. لا باقي 10 اشياء تنباع، 10 اشياء. شوف هذه تنباع، في اشياء تنباع وفي اشياء ما تنباع زباله. فنحن ايوه هذه وهذه باقي 4 اشياء ماني شايفها. شايفين ايوه هذه واحد وهذه واحد ممتاز وهذا واحد. يا سلام غلقنا بقينا واحد شيء. فين راح؟ في شيء فيه شايفين شيء يلمع؟ ماني شايف شيء. فين في واحد شيء؟ والله حتى الكيس هذا معفن وحالته حاله. فين راح؟ بقي لي واحد شيء. ايش هذا؟ ماني قادر انتبه له خلاص. بقي لي 8 مهام، 8 مهام. البيت هذا معدوم معدوم. ناخذ الزباله، نحن نتخلص من الزباله اهم شيء، لانه الزباله كم؟ الزباله اوف شوف كيف، شوف امتلت الزباله امتلت. كم الزباله؟ اظن وهذا المطبخ اظن لوحده صح، له مهام. ايه المطبخ له مهام لوحده. نحن خلينا اول شيء واحد واحد. طيب نشيل الاشياء هذه. ايوه باقي لنا شيئين، باقي لنا شيئين. فين هذا شيء؟ وباقي لنا شيء ثاني اخير وهذا اظن هذا بالمكنسه الكهربائيه. طيب في شيء واحد هنا مغلق وماني داري فين. شايفينه؟ سلام. طيب نروح نرمي هذا برا. اوكي هذا ايش هذا؟ ايه شوف حتى انقلب على ظهره. اوكي خلي الكتب هذه هنا زي قلتها. طيب اوكي دحين ايش باقي لنا؟ نضبط الارضيات. لا 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 جبت العيد، هذا بس اللي يبغاه تظبيط. طيب ما عندك مشكله خلاص، حتى لو غلطت غلط واحد ما ما في مقاول ترى يجيب لك المقاول. لو جاب لك 79 من الاشياء اللي تبغاها يعتبر ممتاز، لو جاب لك 70 يعتبر ممتاز. طيب خليني اغلق هذه. طيب ممتاز الحين احنا سوينا، يبغالنا بس نحط هذه الحطه، بس نحطها حط كذا. يا سلام حتى هذيك صلحناها. يا سلام حط يا حبيبي. ايوه وحط هنا وحط كذا وحط كذا. يا سلام غلقنا، بقينا 6 مهام الحين اظن. التمسيح، التمسيح يا حبيبي. هذا شوف هذا كيف الدنيا معدومه، نخليها تلق، تخليها تلق لق وتطلع. صدقوا يبغالنا كمان مكنسه كهربائيه. ليه مشخمطين جوه البيت؟ هذول الناس ما يستحوا اللي جو هنا وقاعدين يشخمطوا جوه البيت. باقي 4، ها 4 هذه اظن، هذه تعتبر 2 ولا كم؟ اي وخلاص غلقنا غلقنا. شوف السقف والله بس معدوم هنا. يبغالنا دحين الشبابيك، الشبابيك كذا بسيطه. في احسها تتالم. طيب هذه غلقنا من هنا، وهذه الاخيره تمام غلقنا من ايش. باقي لنا 4 اشياء خلاص دحين نضرب. ايش بوج هذا؟ ايش يبغى نكسر؟ اوف يبغى نكسر هذا الجدر. كسر ابوه كمان. يلا يلا بوف. احب التكسير، احلى شيء في الالعاب التكسير. كسر يا حبيبي كسر هذا كمان، وهنا كمان كسر هذا. يا سلام اظن لما نكسر حتى لو كسرنا تحت ايوه يمكن ينكسر كل اللي فوقه. كان المفروض كذا زي كذا. هذا والله المطبخ معدوم، المطبخ معدوم بصراحة. يلا يا سلام ونشيل هذه كمان. وحتى هذه اللي فوق ايوه تمام حلو. وهذه يا سلام باقي واحدة بلوكة ونكسر هذه. حلو بعد ما خلصنا من الهدم نبدأ ننظف هنا. لسه على المطبخ يبغالنا شغل فيه، يبغالنا شغل. بس خلينا نغلق هذه الغرفة. حلو ممتاز. يلا يلا غلق 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 غلق. اوه لما كسرت الجدر حسب لي هذه معايا اللي جوا. طيب نبدأ نبيع نبيع. يلا يلا حسب لي هذا. بيع الثلاجة كمان، شوفوا بيع الفرن والدولاب المعفن هذا. بيع يا حبيبي بيع بيع. شوف الدوليب هذه نحط هنا، شوف كيف بيع هنا وهذه فوق. هنا في عندنا 3 اشياء. يلا بيع لا تخلي ولا شيء. باقي لي واحد شيء ابيعه، باقي لي واحد شيء. يا سلام. طيب ايش باقي لي مهام دحين؟ باقي تنظيف الزبالة هذه. ايوه باقي لي 5 وهذه نشيلها ونرميها برا، نرميها برا الزبائن بعدين نهتم فيها. غلقنا دحين ايش باقي لي؟ دحين باقي لي اني اضبط الجدران هذه. طيب يبغى لي اضبطها شكله كله، يبغى لي اشيلها. اوكي يلا ننظف هذا كله، حط غرا حط غرا هذا في كله. ممتاز دحين نحط ايش اللي يبغانا نحط فيه؟ هذا اظن هذا يبغانا نحط فيه، فنحطه كله من اوله لاخره. كبر ممتاز، حطينا هنا ونحط كمان هنا. يا سلام كذا 4 4 كذا. ايوه نطلع شويه شويه. يا سلام
غلق غلق يا حبيبي غلق كله، خلي البيت يطلع جميل، مطبخ رهيب. اوف 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 اوف, أوف. نحن ما نظفنا الستين اللي هنا، خلينا ننظف الستين كله الموجود فوق هنا. غلقنا من الصبغات، باقي الشباك. الشباك بسيط، كم شباك يبغالنا؟ كم شباك نحن؟ باقي لي واحد شباك، هذا الشباك وخلاص. شوف كيف المنظر من برا بديع. والله شكله حيجينا الليل، والله شكله حيجينا الليل. طيب باقي مهمتين، اني اضرب بويا، اضرب بويا. فين البويا؟ شكله هنا البويا معدوم. شوف كيف البيت. طيب نحط، نجيب البويا المطلوبه. ايش البويا المطلوبه؟ كيف لونها؟ هذه لونها. نزل يا حبيبي، نزل البويا هنا. ايوه يلا عدبنا اللي تحت. صعب صعب الحياة. يلا ما حد داري، ما حد داري، ما حد داري. حطوا حوالينه عفش، ما حد يدري اني عدمت المكان. معبيه بويا. يلا شوف هذه والله اللي تحت عدبتها والله. طيب خلينا نروح الجدار هذا. يلا غلق الجدار الاخير. لا انا شاطر في الجدار هذا، شوفوا شاطر هنا، بس هو هذا اللي خربته هنا. طيب هنا إن كمان. يلا بس لا تغلط. يلا يلا غلق 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 غلق. حلو يا سلام. وبقي لي بس اظن السقف هنا. ايوه حط السقف وننتهي. طيب السقف هنا عدمت الدنيا. واحد داري، واحد داري خلاص. بقي لي واحد شيء بس، بقي لي احط العفش. بس خليني اشيل هذا اللي هنا واشيل هذا اللي هنا، وبقي لي احط العفش في هذه المنطقه، ونشيل الكتاب الكئيب هذا. هذا الكتاب الكئيب نشيله ونرميه برا، نرميه برا مع الكتب. يلا حطه هنا. خلينا نغلق دحين العفش عشان نغلق من الغرفه هذه. صارت كلها غرفه واحده لما كسرته، صارت كلها غرفه واحده. اوكي فدحين ايش يبغى نشتري؟ يبغى لنا نحط الكنبه. الكنبه فين نحطها؟ نحطها هنا عند الباب عشان ايش؟ عشان تغطي على الفضيحه حقتنا، عشان تغطي على الفضيحه اللي سويناها. طيب ونحط هنا قدام التلفزيون صح؟ هنا هذا حق التلفزيون هنا قدام. لا دور يا حبيبي وكذا. ايوه يا سلام يا سلام على بيت الاحلام. ونحط فوق التلفزيون هنا. انا ما نعرف ايش يتفرج في المكان الكئيب هذا. ايوه ايوه حطه هنا. يا سلام يا سلام. طيب ايش باقي لنا هنا؟ والله يبغى لنا نحط عفش كثير. هذه اظن نحط الاباجوره هنا. ممتاز. يبغى لنا نحط كم؟ 29 عفش. يا سلام حطينا الاباجوره هنا. وهذا الكتاب اللي ضايق نشيله ونرميه، ونرميه هنا. حلو. ايش في كمان اشياء ثانيه نقدر نحط؟ خلينا نحط الثلاجه كمان. الثلاجه والفرن هنا نحط الثلاجه. ايوه ايوه كذا دوري. ثلاجه فخمه بصراحه، حطها هنا. يا سلام. وفي جنبها نحط الفرن. هذا اشياء مهمه جدا، نحط الفرن ونحط فوقه البوتاجاز. يا سلام يا سلام على بيت. مين يبغى اسوي له بيت؟ يلا بس حتحصلوا اغلاط عدل. ايوه 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 تعال. ممتاز حطينا فرن. طيب وهنا نحط دولاب في جنب الفرن، دولاب رهيب. طيب ليه ما جاء كذا؟ احسه الدولاب صغير صح؟ يمكن نحط دولاب كذا. لا هذا دولاب فوق، هذا دولاب فوق صح. حتى نحط دواليب كثير فوق هنا. ايوه على نفس المستوى. ليه ما جاء؟ ايوه ممتاز. وفي دولاب، ما في دولاب كذا بحركه يعني. هنا كذا. ايوه كذا. ايوه اطلع. يا سلام يا سلام. وهنا نبغى نحط دولاب هنا بس ما نعرف. هذا لا حق الدش. هنا 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 هذا، هذا حق المغسله. نحط واحد هنا. ممتاز كذا. ونحط المغسله في الوسط. فين المغسله؟ ايوه ايوه. ونحط يا سلام كذا. نسوي ثلاثه. حلو. بعدين نجيب شيء من فوق اللي متعلق فوق. حلو. هنا واحد. يا سلام. ونحط في واحد جنبه كذا. ايوه ايوه واحد كمان معلق. وانت داري والله ايش نعلق فيه، بس نعلق كمان كذا قزاز حركه. شايفين؟ تمام. وايش نجيب؟ اوه حماصه الرز، حماصه لا لازم هنا نحط احنا شيء. هنا لازم نحط. ايوه دوري 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 دوري. ايوه هنا نحط الحماصه. ايوه كذا. ايوه ونحط الخلاط. مطبخ محترم بصراحة يعني. تبغوا أي شيء بس قولوا لي، بس قولوا لي تبغوا شيء. طيب ايش باقي؟ باقي 14. وهنا مطبخ صغير يعني، لازم في طاولة طعام صغيرة كذا نحط هنا، وكرسي حوالينا، ثلاثة كراسي يعني. يعني هنا كرسي. يا سلام. وهنا كمان كرسي. حلو عشان يعني طاولة طعام في جنب المكان هنا صح. وبعدين ايش نحط؟ كوميدينا كذا كبيرة المفروض. ايوه نحطها كذا. يا سلام. ايش باقي؟ كل شيء جبناه تقريبا. هذه لا، هذه نحطها هنا صح. نحط هذه هنا. ممتاز. ونحط كمان سجاده في الارض هنا.
ايوه يا سلام يا سلام. ايش باقي ايش باقي بس؟ ايوه هذا نحط لنا واحده هنا نحن، ايوه واحده في جنبها بس لا يسق يرد الباب، ايوه الباب لا ينعدم علينا، ممتاز. وايش في كمان حركه ثانيه؟ خلاص اظن كذا نحط واحده دفايه هنا، هنا دفايه، ايوه نحط كرسي ثالث هنا. طيب يقول لي باقي لي شيئين، هذه فين احطها؟ طيب وهنا نحط طاوله صغيره حقت الشاي صح، باقي لنا شيء نحطه، يبغى نحط هذه، فين احطها بصراحه؟ ما لها مكان في المطبخ، المطبخ امتلأ. طيب نحط هذه هنا، ها خلاص مبسوطين، غلقنا غلقنا من الغرفه الجميله، المطبخ الجميل حقنا غلقنا منه، وهنا غلقنا. باقي الدور الثاني، شكله الدور الثاني والله يبغى له شغل، يبغى له شغل. نشيل الزباين اللي فيه، ايوه نشيل الزباين، نبيع اول شيء كمان، بيع 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 حبيبي. ماني شايفها، شايفينها؟ ماني شايفها بص... اه طيب نطلع فوق ونشوف ايش. اوه 56 صبغه. اول شيء نبدا فيها نبيع يا حبيبي، بيع بيع الاشياء هذه كلها، ما تخلي شيء موجود، كل شيء بيعوا. ايش هذا؟ في سرير بيبي، كان في عندهم بيبي هنا. طيب يلا بيع بيع بيع. وهنا شكله حتى الشباك خربان، مين كان عايش هنا اصلا؟ مين كان عايش؟ وفي سرير. باقي شيئين ينباع، المرايا هذه بعناها، باقي شيء واحد ينباع في غرفة النوم، ماني مش شوف هذا ينباع. طيب ايش باقي؟ نجمع الزبالة الحين، الحين وقت تجميع الزبالة. ايش الصبغات اللي ما هي راضية تغلق؟ الله ايه معدوم، شوف كيف، شوف هنا ماني عارف هم هذه وساخة ولا رطوبة ولا ايش السبب، ما تدري، بس نظف يا حبيبي نظف. طيب باقي الشباك، نغلق من الشباك، يا سلام باقي شباكين، ايوه باقي هذا كمان الثاني. وكذا غلقنا التنظيف، غلقنا من عملية التنظيف، باقي لنا نشوف ثلاث عمليات بقيت لنا، بقيت لنا أول شيء نشفط بالمكنسة الكهربائية الأشياء هذه، هي كم شيئين أشفطها يا حبيبي، أشفطها. يا سلام يا سلام، نظفنا المكان وطلع رهيب حلو. أوكي خلينا أرمي الكورة، هذه الكتب خلينا أرميها. طيب هنا شكله والله أعلم يبغاني أحط شباك، يبغاني أحط شباك هنا. طيب ايوه كذا واحد شباك هنا وواحد شباك هنا، يا سلام. والباقي يبغانا نضربها بويه، طيب نضربها بويه يلا. ايوه حتى هذه الاماكن اللي في جوه، الجوه هنا برضه بضربها بويه، ما ابغى اي مكان يطلع مشوه حلو ممتاز. ايوه ها حتى هذا، حتى هنا، يا سلام. طيب نحن نبدا نحط كوميدينا هنا، ممتاز. وبعدين نحط السرير في جنبه، ايوه. وبعدين نحط كوميدينا ثانية هنا، شوف كيف رهيبين، يا سلام. ايش كأنه جاء الليل صح؟ كأنه ليلت الدنيا، والله خطير المنظر. اوكي ايش نبغى نحط هنا؟ نحط له طاولة، طاولة هنا عاد، ايوه عشان يلعب فيها كمبيوتر، ويحط كمبيوتره في كمبيوتر، والله إيه شفت لابتوب انا. حط اللابتوب يا حبيبي، ايوه يقعد يشتغل. وساعة رهيبة نحط له هنا، ايوه ليه ما تزبط الساعة؟ تعال طيب نحط الساعة هنا عادي. اوكي وهنا نحط لك لوحه، والله الواح ايوه ليه ما ايوه تعال كذا، لوحه رهيبه تطلع، لا والله شكلها يضحك. وهذه ايش هذه؟ والله ما تدري هذه، هذه كذا تحطها منظر صح؟ ايش والله ما عارف ايش هذه. طيب هي تتعلق في الجدار ولا كيف؟ ما تدري ايش هو. طيب ايوه كذا، ما ادري ايش هذه، هذا شكله يزرع فيها نباتات، ما ادري عنه. ونحط له كنبه وثيره هنا، ايوه عشان يقعد، والله راسه حيصقع، ما همني في راسه اصلا. وهنا ايش نسوي؟ ايوه كذا عشان يطلع منظر رهيب، تمام. لازم نشتري 16 شيء بس، اظن كذا خلاص يكفينا، نحط له اباجوره هنا. اوكي ايش في شيء؟ اوه هذه مهمه جدا، نحط له اياها قدام السرير عشان لما يقوم من النوم، ونحط له الماوس عشان يقدر يشتغل ويلعب، ايوه. حط لك ايش في شيء كمان؟ نحط لك ورده يا حبيبي، نحط لك ورده، ها ها شمها هالورده. اوه اهم شيء الدولاب، فين حط الدولاب؟ والله ما تدري فين حط الدولاب، المكان صغير، مكان مره صغير، نحطه ورا الباب، والله ما تدري. اقول لك بلاش دولاب، بلاش دولاب صح؟ بلاش دولاب، ما تحتاج دولاب، انت يمكن تحتاج هذا، نحط لك اياه هنا، نحط لك اياه جوا، حلو. طيب ابو خلاص يكفينا هذا، الغرفه كذا يكفينا تمام، مع انه باقي لي 11 شيء لازم اشتريه، يمكن لو اشتريت الورود هذه تكفي، نحط له ورده هنا، ها باقي 10 اشياء، نحط له مزهريه، يا سلام
مزارية في الأرض عشان نكسرها نحط فيها فلوس ونحط له أباجورة. أيوه اشتغل وولعت الأباجورة على طول. وهذه كمان نحط له هنا نبتة. يا سلام، وإيش في كمان؟ خلاص اشترينا له كل شيء، نحط النبتة هنا موجودة أظن. أنا عرفت. استنى خلي، لا ليه ما تجي النبتة؟ ليه؟ تعال كذا. أيوه حط، نحط النبتة هنا بعدين كذا. أيوه حلو. هذه أنا عرفت هذه ليه، هذه نحطها هنا صح؟ أيوه الله يدوب يا انتبه. طيب نحط رجال هذا يحب الورد، الوردي جميل جميل الورد. يلا ها طلع واحدة كمان فوق هنا، باقي له 5 أشياء بس. نحط له سجادة يا حبيبي، نحط له سجادة هنا وسجادة هنا. ايوه خليه ينبسط، والله غرفة نوم في المحيط رهيبة. وأباجورة هنا نحط له أباجورة فوق. فين نحط له؟ ما راضي تنحط، ما راضي تطلع فوق. بنطلع ايوه ها هنا. وهذا هذا بصراحة الدولاب ما انا عارف احط له دولاب، ما يحتاج دولاب. اوكي هنا نحط له هنا عند الكرسي. ايوه طيب ايش باقي؟ نحط له وردة ثانية هنا، وردة ثالثة. ايوه هشيل الكرسي هذا واحط الدولاب الكبير هذا. والله ما عارف الكرسي احطه هنا، خرب لي الدنيا الدولاب هذا. فين كان المفروض احطه؟ ما عاد تدري، كان المفروض يمكن احطه هنا عند احطه في الجدار هذا قبل ما احط اوكي اوكي غلقنا من هذه المنطقه. والله اخذنا كم ذا، باقي لنا الحين هذه البلكونه، باقي لنا الحمامات اللي جوا. هذا الحمام هنا تعبان، ابدا بيع يا حبيبي، ابدا بيع، لا تخلي شيء. بيعه بيع كل شيء. طيب الحمام هذا بعنا فيه كل شيء، باقي مهمتين اني انظف اول شيء كل البقع الموجوده، في 6 بقع حنقلقها بسرعه. يلا ممتاز خلصنا بقع، باقي نجيبها بس الجاكوزي. يا سلام كذا ايوه خليه ينبسط. ايوه ما تحتاج جاكوزي يا حبيبي، انت في وسط البحر. وهنا عشان لو عفنت الدنيا تنظفه. وهنا نحط لك حقه ايوه ايوه دفايه. وهذه هنا سجادة. وبكذا باقي واحد شيء بس، باقي واحد شيء نحط لك مرحاض ما انت عارف يعني في الليل لو احتجت. يا سلام غلقنا غرفة الجميلة هذا، وجانا الليل والله والله قامت الشمس تغرب. يلا خلينا ننظف الغرفة هذه. هنا نحط صدق هنا الدواليب المفروض تنحط. يلا خلينا ابيع اول شيء كل شيء. تمام دحين ننظف خلاص، باقي لي بس اشفط المكرسة الكهربائية هذه. حلو نظفنا، باقي لي دحين امسح بس ايش الستين الصبغات الموجودة هذه. والله المكان مره معدوم، شوف كيف السواد اسود كله اظن فطريات ووساخه وحالته حاله. نظف يا حبيبي ممتاز. باقي الحين الشبابيك ايوه هذا الشباك والشباك اللي فوق. شوف الليل كيف جانا الليل ونحن قاعدين ننظف، نحن عمال نشيطين ناكل ايش رزقنا بعرق جبيننا. اوكي باقي واحد شيء اللي هو ايش، نحط العفش هنا بس، نحط العفش يعني نحط كابينه هنا. اوكي جيبها كذا شويه ايوه. وايش الشيء الثاني هنا كمان؟ نحط هذه حقت ملابس. طيب والشيء الاخير هذه نحطها هنا. اوكي وغلقنا خلاص، هذا غلقنا غرف هنا، غلقنا امورنا زينه. وهذا ما في باب هنا صح؟ ما في باب. وهنا غلقنا، باقي هذا المكان. هذا المكان نبدا نبيع، اول شيء نسوي نبيع في الاشياء. يقول لي باقي لي شيء واحد ابيعه ماني محصله، ايش هو اللي ينباع؟ في شيء واحد باقي. هذه الخشبة يا الله عليكم. طيب دحين الصبغات، الصبغات نظف الصبغات. تمام دحين باقي مكنسة كهربائية، ناخذ الورق هذا الطايح. يا سلام يا سلام. واخر شيء باقي هذه المنطقة السيئة لازم نغيرها. حلو ناخذ اول شيء نحط غرة، نحط غرة للاخير. يا سلام عدمنا الدنيا. وبعدين نحط من هذه. طيب اوكي حط كذا وحط كذا وحط. والله بس هذه البطقة اتعدمت. يلا ما حد داري عنك، ما حد داري عنك. اوكي خلصنا. شوف والله خطير، شوف 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 بس البيت قبل ما ننهي المرحلة خطير كذا من برا وجوا. سرير ودك والله تعيش فيه. يا سلام يا سلام، المدخل والغرفة الجميلة والمطبخ. يا الله شايفين كيف غلقنا من البيت، نقول له غلقنا. كم نجمة؟ 3 نجوم. شكرا أعزائي المتابعين على حسن متابعتكم، أتمنى أن تكون اللعبة عجبتكم وفي أمان الله.